اللي ناس كتير بتشوف ان هو خبر سعيد جدا. ليه؟ لان او الخبر بيقول ايه؟ بيقول ان الاتصالات بتقر قواعد تنظيمية خاصة بالمكالمات الترويجية والتجارية. كلنا بنتضايق وكلنا بتجيلنا مكالمات من شركات تسويق لمنتجات وخاصة الحاجات العقارية أو خدمات أو وبنبقى متضايقين جدا هم وصلوا لأرقامنا إزاي وإزاي المكالمة، وبنبقى متضايقين وفي ناس بتضطر ترد الدكتور والناس اللي هي معاملاتها مع الناس بتضطر إنها ترد. أنا الأول كنت ببقى متضايقة جدا من التصرف ده، لكن بعد كده حطيت نفسي مكان الولاد اللي بيشتغلوا كلهم حماس ونفسهم إنه يحصل ده، فبقيت أشكرهم وأتمنى لهم إن شاء الله يعني حظ سعيد. لكن أغلب الناس طبعا بتبقى متضررة، فهم دلوقتي إيه اللي هيحصل اللي تم الاتفاق عليه؟ إن هيبقى فيه بمنتهى البساطة كده لما تجيلك المكالمات دي هيبقى فيه حاجة بتنور، هتلاقي رقم غريب بيتصل أو يعني مش هيحصل ده، لكن هتلاقي حاجة بتنور لك. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أقر القواعد دي إن هيبقى فيه شيء ما هيحصل عشان ينبهك إن هذه المكالمة ترويجية أو تجارية من شركة أو مكان عاوز يتعامل معاك. أنت بقى لو أنت محتاج المكالمة دي هترد، لو أنت مش محتاج المكالمة دي ففي تنبيه إن أنت دي مكالمة كذا فأنت مش هترد. فهو كده يعني خفف على الناس عبء كبير جدا جدا من القصة اللي كانت بتحصل، وعشان كده بقى الخدمة تبقى بشكل قانوني وشرعي من غير إزعاج للناس اللي بيتم الاتصال بيهم. ولما يتم تفعيل الخدمة دي الناس هتستقبل اسم الجهة اللي بتتكلم ورقمها، وهتعرف إذا كانت دي مكالمة يرد عليها أو ما يردش عليها، يعني تسويقية وترويجية ولا مكالمة عادية. وفي نفس الوقت لو حصل بقى تجاوز وما حصلتش الألارم اللي المفروض بتدي الضوء إن دي مكالمة تجارية أو تسويقية، الشخص اللي بتجيله المكالمة إن في إيديه بقى إن هو ياخد رقم ده ويبلغ عنه، وساعتها هتتاخد كل الإجراءات ضده، لأن هو كده بيكون كأن اختراق أو كأنه دخل عليك من غير استئذان. فهو من حقنا بقى هنا إن احنا نتخذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد الناس اللي بيتكلموا، علشان هم ما سجلوش شركاتهم وخلفوا ما سجلوهاش في الجهاز تنظيم الاتصالات وخلفوا القواعد التنظيمية اللي هتبتدي تتطبق إن شاء الله. دي خطوة مهمة جدا ونشكر عليها الجهاز القومي للاتصالات.